دكتور مريم رسمان معي هنا في الاستوديو لنعود ونتحدث عن بريكزيت وما يجري في بريطانيا. أهلا بك دكتور مريم. أولا يعني من الناحية القانونية والدستورية في بريطانيا، هل يعني سيتاح لجونسون تأجيل أو تعليق هذه العودة إلى البرلمان أو ممارسة البرلمان أعماله إلى حين هذا التاريخ 14 أكتوبر؟ بعد الخير ما دفعه زو بكش ما ملكة أخشاب أملكة هو طلب من الملكة ذلك، والملكة تمتنع من التدخل في القضايا السياسية، هي تفضل الانشغال في القضايا التمثيلية. نحن رأينا هنا المعارضات في بريطانيا من وزراء سابقين ورؤساء وزراء كميجر وهامند وآخرين. أن أعتقد أن الأمر سيصل إلى المحكمة، جون ميجر وآخرون قال أنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا وهي التي ستحسم في قضية إرجاء عمل البرلمان. الخطوة التي يقوم بها جونسون تهدف إلى إزالة العواقب التي يمكن أن تصعب عليه إتمام عملية البريكزيت بالخروج بدون صفقة مع الاتحاد الأوروبي. حينما التقى الأسبوع الماضي بميركل وماكرون رأينا كيف كوربين وآخرون يقومون بإعداد خطة للإطاحة به. بالأمس وقع 165 عضو برلمان غير معنيين من بالانسحاب البريطاني بلا اتفاق، وحتى داخل حزب جونسون هناك من يعارض هذا الانسحاب بلا اتفاق. جونسون يتساءل، هو يقول لن أنتظر حتى 31 من تشرين أول، أنا أريد سن القوانين، أنا لا أريد تجميد عمل البرلمان لكي يتم البريكزيت بلا صفقة. الملكة هي شخصية تمثيلية تمثل كافة الشعب وهي لا تتدخل في القضايا السياسية. حتى خطابها أمام البرلمان عند أداء القسم لحكومة جديدة تعده مع رئيس الحكومة، التوجه إلى الملكة يعكس رغبته بالبدء بخطوات مستقبلية. يعني ما هي الخطط المقبلة ونحن نتحدث عن أسبوعين قبل الانسحاب عمليا، إذا كان بالفعل لا يريد أن يجري تغييرات على الاتفاق أو الخروج من دون اتفاق كما يحاول أن يعد معارضيه، ما هي هذه الخطط؟ أنا أعتقد أن ما يقوله هو أن 14 أكتوبر سيكون خطاب للملكة، وهذا وقت قصير لا يمنح خصوم جونسون توجيه التحديات له. هو يقول أن بعد البريكزيت يمكن الذهاب إلى انتخابات، والناخب سيقرر ما إذا قمت به هو جيد أم لا. لديه خيارات أخرى، أن يواجه تصويت حجب ثقة ويذهب إلى انتخابات مبكرة، وبسبب هذه الانتخابات المبكرة سيطلب الإرجاء من الاتحاد الأوروبي إرجاء اتفاق 31 من أكتوبر. ميركل وماكرون أوضحوا أنهم لن يوافقوا على فتح الاتفاق من جديد. علينا أن نتحدث أيضا عن البرلمان البريطاني. هذا البرلمان فشل المرة تلو الأخرى بإعطاء حلولا لهذا الاتفاق. تريزا مي جلبت عدة الاحتمالات للخروج من هذا الاتفاق، والبرلمان لم يحسم أمره. بوريس جونسون تبنى اتفاق ماي ولكنه الآن غير موقفه. احتمال آخر ولكنني لا أعتقد أنه سيحصل، أن نرى استفتاء جديد حول الملف، ولكنني كما قلت في البداية أنا لا أعتقد أن بوريس جونسون سينجح بإرجاء عمل البرلمان. سيصل الأمر إلى المحكمة العليا، والمحكمة العليا ستبث في هذا الملف. أشكرك جزيل الشكر دكتور مريم رسمان خبيرة الشأن الدولي والأوروبي.